شوارع اف ام موج مع الموجة. شيء كبير، احنا ماذا بينا نتربح كرواتيا لحقيقة، خاطر رئيس دولة متاعها شيء كبير. إيكيب طيارة، كرواتيا إيكيب طيارة، بالرسم إيكيب طيارة، وما كناش نتوقعوا اللي ثم إيكيب يعني مش تطلع في كأس العالم اسمها كرواتيا. دورت يعني بمستوى عالي برشا الحقيقة. أنا ما نتوقعش شكون باش يربح بين فرنسا وكرواتيا، أما نتمنى كرواتيا تربح. فرنسا ما تعنينا حتى شيء، ديجا هكا فرصة، ديجا هكا قهوة، فهذاك شنو نجم نقول لك؟ إن شاء الله كرواتيا تربح. تو دقيقة تو 14 حسب ما نشوف، تو كرواتيا هي معناها العاملة البريسيون أكثر من 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 على فرنسا، فهمتني؟ وإن شاء الله كرواتيا تربح هكا، هذاك شنو نحبوا. حاسها معناها كيب عاملة الكرة مزيانة من أول الدور للتو، فهمتني؟ تحسوا حتى الجمهور وكيب يحب معناها يلعب على الدراب، فهمت؟ بس بتاعهم أحلاها على الآخر، وإن شاء الله يكون عندنا حتى نحن حاجة كيما كيكا هكا. كرواتيا تلعب مليح، كرواتيا تكور مليح، اما الغالب فرنسا، فرنسا رابحة تو ميتون الاول. ان شاء الله كرواتيا تربح، ونتمنى الفوز اللي يلعب خير. ان شاء الله كرواتيا تربح، خاطر كرواتيا تلعب خير، جرينتا خير، فرنسا تلعب خبيثة، انترنور قوي ياسر، تعرف تقف في التيران، جمعية تلعب بالباهي، تجم تربح، واذا كان ربح تستحق الربح. طول المومون الماتش شباب، parce que fait 6 buts fait 70 minutes يعني كل 2 minutes عندنا فيها un but même قاعد يجوار راهم حاضرين مليح. لا كرواتي تستاهل هي باش تفوت باسكو لعبوا مليح، عندهم دري بون جوار. ماذا بيه تربح كرواتيا، لعبت مليح، لعبت غايه، وفرنسا خانتنا في زيدان، خرجتنا زيدان تانا، تزيري لعب معها بزاف، وفي لافا خرج غير هكاك. وان شاء الله تربح كرواتيا، وهذه هي. ومرسي عليكم وشكرا للقناه وبالتوفيق لكم. جوهره اف ام موج مع الموجه.